نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة المؤتمر الصحفي للإعلان عن مهرجان الذيد للرطب في الدورة السابعة، والذي بينطلق بإذن الله في نهاية هذا الشهر خلال فترة من 27 إلى 30 هذا الشهر. طبعا المهرجان يحظى بدعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، ودعم كامل من المسؤولين في إمارة الشارقة، ومشاركة متميزة من الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات. مهرجان هذا العام رزت له اللجنة المنظمة ما يقارب مليون درهم كجوائز لأصحاب المزارع النخيل والرطب بشكل عام، أيضا مشاركة الإنتاج المحلي مثل الليمون والتين المحلي كجوائز خاصة لأصحاب هذه المزارع، أيضا مشاركة متميزة للجهات المحلية في الإمارة وأيضا الوزارات الاتحادية وأيضا الأسر المنتجة والفعاليات المصاحبة خلال أيام المهرجان الذي يحظى بدعم كامل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. كان اليوم مؤتمر الإعلان عن انطلاق مهرجان الذيد للرطب اللي بيكون إن شاء الله بتاريخ 27/7/2023 لغاية 30/7 لمدة 4 أيام لملاك النخيل في دولة الإمارات قاطبة لله الحمد، ويخص الرطب الخنيزي والإخلاص والشيشي ومسابقات النخبة العام ونخبة الحصن شريعة الذيد، أيضا هناك مسابقة الليمون ومسابقة التين الأحمر مفتوحة لكل ملاك المزارع في دولة الإمارات. ما يميز مهرجان الذيد للرطب مشاركة جلالة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، لعل وعسى أن يستفيد منها ملاك النخيل بالإمارات الشمالية وبقية الإمارات. أهلا وسهلا ولكم جزيل الشكر والامتنان.